وإلى أخبار قمة مجلس التعاون الخليجي التي تنطلق يوم الأحد القادم بالعاصمة السعودية الرياض برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أوضح الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني أن القمة ستبحث عددا من الموضوعات في مسيرة العمل الخليجي المشترك والتطورات السياسية الإقليمية وتطورات الأوضاع الأمنية بالمنطقة. أعرب أيضا عن أمله في أن تسفر القمة عن نتائج بناءة ومثمرة تعمق التعاون والتكامل الخليجية في مختلف المجالات.